أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير. عبرنا وإياكم في الحلقة السابقة مراحل من تاريخ هذا الوطن العزيز من خلال السيرة الذاتية لسمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة، رواها لنا بلسانه من خلال قصص عايشها بطفولته بشبابه بجميع مراحله العمرية. عرجنا فيها على صور تعليمية وصور اجتماعية وسياسية لعقود مضت من القرن الماضي من عمر البحرين. اليوم نكمل معكم رحلة لحياة أمد الله فيها إن شاء الله. رحب فيك سمو الشيخ معنا في الحلقة الثانية. هذه فترة الثلاثينات، ننتقل الآن إلى الأربعينات. نعم. الحرب العالمية الأولى أبرز محطات هاي الفترة هذه، إيش تتذكر منها؟ الثانية عفوا، الحرب العالمية الثانية. أذكر سلامة الله أن الحرب هذه لما نشبت أثرها عرفه العالم كله، يعرف أنه يعني دخل في حرب صعبة. ونسمع في الأخبار الراديو وغيره ما يجري فيها من ويلات. وهنا في البحرين قالوا بيسوون لنا تعدد يعني تعداد سكاني، قالوا يمكن ياخذون منا جنود يودونهم، خاف ما يعلم ايش كثر عياله وايش كثر كذا، قالوا ما يعلمون. اي سووا احصاء كان صار 40,000 السكان، كان 40,000. حتى واحد يعني بعضهم يقول له انت كم عمرك؟ قال انا 25. قالوا الوالده، قال الوالده 25. قال ما يصير ما يصير الوالده 25 وانت 25. كله خايفين انه ياخذونها فيحطون معلومات غلط يعني. اي نعم، مو بعارفين شنو هي المساله، كل عبالهم بيودونهم جنود يودونهم في الحرب. اي ما يبونهم، ما يبون حرب، ما لنا خص احنا في هالحرب، بس يعني اقحمنا فيها مثل ما يقولون. فبعدين صارت يعني مساله المعيشه ضنكه، وصار يعني البحرين الحمد لله صارت له كوتة تأتيها، وصار البطاقة بالبطاقة يعطون يوزعون العيش والشكر التموين كله بالبطاقة الملابس. حتى سموها سنة البطاقة بعد الملابس يعني. حتى الملابس كانت عندنا يعني فيها فائدة. نعم، يعطونا الخلق قيمة ونبيع بعضه ونحصل منه ربح من وراء يعني بيع الخلق، وباقي الخلق نسوي لنا. نعم. عن الحرب تتذكر يعني أجواء الحرب؟ كانوا مثلا يقول لهم طفوا الليتات أو غطوها الليتات، غمقوها عشان الغارات الجوية. وصار عندنا لما غارة في إيطاليا وصلتنا قاموا يطفون الليتات. نعم. لكن يعني الحقيقة شو اللي صار، البحرين صار فيها بترول. أي. ويابوا الريفاينري دي شدوا، صارت آلة الحرب في المحيط الهندي قائمة على البحرين، البترول يروح لها من البحرين. فالألمان والطليان المحور أرادوا أن يضربون هذا الريفاينري، عشان كذي استهدفوا البحرين عشان تم إمدادات البترول. نعم. أي. لكن ما نجحوا فيها يعني. شلون؟ نعم. لها قصة، شلون رموا فيها حتى تعجبوا من وين ياو يعني، بعضهم قالوا من سوريا بعضهم قالوا، لكن بين من مصوع كانهم. من يعني وين رموا في البحرين؟ رموا هذا الريفاينري. اي. في من جهة الشرق في هني أرض خيوسة شوي لينة. اي. وهيات القنابل كلها في هذه الأرض اللينة وقاصت في دي ولا ثارت. كان رمضان أتذكر. كان يعني علينا رمضان. نعم. إنزين عقبها يا أبو عسكر قرقة. الناس عبالها الوردة يعني. هاي الطيارين اللي يعني. الطيارين. نعم. ايه. اللي ظنوا ان البحرين ترميهم. ايه. وصوت المدافع. هو المدفع كان حق الافطار والطيارات عبالهم انه. مو بفطار. كان ايه. امساك. امساك. ايه. في الليل. في الليل. ايه نعم. اوكي. انهم سمعوا الرمي ظنوا انه يرمونهم من الداخل. واحد امريكاني هذي ذكي فتح الغاز على راسه. تم شب تنعوده. قال ذي الطيار انه احترق الريفاينري. اي. اقتنع وراح. بعد يعني الله حمانا حفظنا. جدوده لو المان كان صادونا صيده، لكن الطليان اشوى. الطليان لك عليهم. سمو الشيخ عبد الله، جسر الشيخ حمد بن عيسى بعد له ذكريات اول بنيانه وافتتاحه كان في. والله جسر الشيخ حمد خذ له مده طويله.
وهم يبنون فيه من أيام عيسى بن علي. يصفون حصى يقصونها من الذي في جوال البيت ويبونه ويقصونه ويأخذون جلة الله السماد مال البلديات ويكتونه داخل ويمشون عليه عقب لين وصل مشاهد يعني باقي بالجسر وكأن يابو جسر وطبع أظن في أثناء الحرب ردوا يابو جسر ثاني هذا المتحرك وركبوه لكن متى ركبوه عقب سنين يعني تم الافتتاح في 41 1941 افتتحوا لما فتح احنا اول كنا نعبر من المحرك الى المنامه ومن المنامه تروح في البسات الى المنامه وهناك تاخذ عندك سياره بعضهم يحط سيارته في المنامه اي فيروح بالبس يركب في سيارته ويروح يمشي الجسر كان يفتح ويصك يعني كان متحرك مرتين في اليوم كان موجود كان فتشه موجوده في اللنج نعبر من هالفتشه لهالفتشه قبل ما كان موصول يعني ما كان موصول اي بس لو وصلوش عقب تواصل بهذا الجسر انزين صار الواحد يمر يسلم اربع عنات اي وكانوا يضمنونه من عرض مره تضمنه محمد جلال اخذ يعني اخذ في حظه ويدفع شركه راح يقول الحكومه وهو يوقف يحل ناس يسلمون وكان في رسوم يعني وفي ناس ما عندها حتى الرسوم كانوا يمشون يعني وسجلون حتى كم بس احنا نركب في البسات باربع بيزات اي نركب البس الاول في البحصر هذه حص مده وريحون يسويهم الزياني اوستن يمشون من المحرك الى المنامه من المنامه الى المحرك تذكر اول سياره اطفاء اطفاء اي مطافي ما حق البلديه بته قديمه كانت لكن أنا في وقتي شرينا سيارة أطفاء لما بنينا البنايات العالية شرينا سيارة أطفاء خاصة في الوقت اللي أنا رئيس البلدية في الرفاع ولا المنامة؟ لا في المنامة كنت في الستينات يعني هذه كانت أحسن سيارة يبناها لأنها توصل إلى الطبقات العليا في البناية أي. من ذكريات بعد البدايات إنه كان مستشفى الأمراض النفسية كان يسمونه مستشفى المجانين وكانت تابعة البلدية يعني هاي الشيء الغريب ما كان في وقت يعني كان قبل أول بلدية لها كثير من الأشياء النواطير كان تحت البلدية صح الشرطة كانت الإطفاء تحت البلدية نعم كل شيء تحت البلدية الأول فيما فيها بعد هاي المستشفى نواطير الحرس كان في أمير البلدية كانت مسؤولة عن أشياء كثيرة تالي انسابت منها أشياء شيء فشيء أتلاها في وقتي أنا ظهر الإطفائية كانت عند البلدية إلى فترة وصارت مع إطفاء ننتقل الحين إلى فترة الخمسينات الخمسينات بتوقف عند محطة سياسية اللي هي الهيئة نعم الهيئة والاتحاد الوطني نعم ما راح امر يعني في كثير من الحوادث معروفه بس قرار انهاء الهيئه في 56 هل كان صاحب القرار بلغريف ولا الشيخ سلمان ولا الانجليز ولا تقدر تقول اعضاء الهيئه نفسهم الهيئه اللي اداها ان سلوان لويد جاي البحرين بيزورها وراح للشيخ سلمان في المطار واستقبلها ونزلوا على طريق المحرك هم يسمي عنق الزجاجة وين المحرك لكن اليوم هم اجتمعوا في بيت الكراول عند محمد جاسم الكراول وظهروا الهيئة عبد العزيز وعبد العزيز جاء إلى هني الفرضة عند البلدية الأول البلدية كانت بلدية المحرك في طرف البنايات نعم وهناك تقراقير خبر مر سمت كبار وقف هناك على شيء منها وقام يخطب في الناس ويشجعهم ويهيضهم يوم مروا بالقريف ويسم وقاموا يضربونه بالحجر والطماط يمكن هذه نقدر نقول القشة اللي قسمت ظهر البعير هذه اللي قسمت ظهر البعير اي بس قبلها كان يعني كان في اتخذ قرار شيخ سلمان ما كان يعني ما كان مرتاح منهم اذكر يوم اللي ودوا له العريضة راحوا له يعني ودوها له كان ابراهيم بن مال الحد هذا ابراهيم موسى واحد بحراني حجي واحد منهم
قدموا له العريضة، طالعها ولا فيها رسم الأوراق، فيها رسم بيت الدولة خبرين الأوراق يظهرون فيها أسدين أو شعار شعار. نعم. شعار في نفس الورقة، عرفنا هذا يعني من تحتهم بعد. أي. فكون يعني خايف إن الشيء مو منهم، هذه بعد من الإنجليز أكثر. كان في تخوف إن الإنجليز هم محرضينهم. الإنجليز يعني يبون تخوف يبون يتركون يبون يسوون شيء في البلد، يعني يعطون حرية شوي أكثر. فما كان الشخص ما متفق وياهم. وصار اضطرابات في البلد كبيرة. وبعدين هذه الشيء انهم ضربوا سلمون لويد، قالوا عيل هذول بيصيرون يعني انا غيرهم، صاروا مع عبد الناصر ذاك الوقت. عبد الناصر بعد في مد الثورة. المد القومي ما استهواك؟ ما يعني والله كلنا الأول وياهم اول وياهم عبالنا يعني كل الامور زينة. نعم. لكن يعني تبين انه يعني ما نجحوهم. أنا خبر الأول إحنا نروح، إحنا كنا في الحكومة بعدين. إحنا يسمون الرجعيين. أي نعم. وهم التقدميين. التقدميين ما بقى منهم خير. صار الرجعيين أحسن منهم. أي هو كان في كل فترة يعتبرون الدول الخليجية دول رجعية بحكم حكم الحكم وراثي فيها يعني. نعم. ينظرونها. رجعية مو بس من هالناحية، من ناحية بعد إن يعني الإنجليز لهم سيطرة وكذا لهم كذا. أي. وهذا لك أحرار الحين وعندهم تسوون بيسوون كثير من الدول رجع فيها الحكم وراثي بعد يعني. الحين الملكية في البلدان اللي صارت فيها ملكية أرحم من فيها استقرار، يعني الجمهوريات اللي صارت عندنا في العراق في مصر. في كانوا يظنون يعني البلول العرب إذا صار الواحد منهم يملك شوية قوة يظن أنه يقدر يحارب العالم. اي ويغتر بقوته مثل ما اغتر يعني الدول. عبد الناصر يعني هاجم اليهود وهو ما عنده استعداد لهم. فصارت ضده يعني الموضوع صار ضده. في الفترة الخمسينات الهيئة ايضا بعد وصلت بدرجة من المشاركة الشعبية مع الحكم، ان كان في مجالس هم يعني الناس مشاركة فيها في صنع القرار، يعني في مجلس الصحة ومجلس المعارف. هذه سواها الشيخ سلمان عقب. أي. صار في مجالس. أنا كنت في مجلس قبل المجلس الإداري أيام الهيئة. أنا في مجلس الصحة كنت. أي. وفي مجلس التربية والتعليم. يعني هذه التجربة لو بني عليها، لو استقرت وبني عليها، ما تتصور أنه كان يعني كتطور إداري وسياسي كان عندنا يعني. لا بس هم ما كانوا يبون أكثر من. أي. يعني الهيئة كانت تبي أكثر من هذا. هي في فترة من الفترات صار يعني القرار في يد الهيئة. يعني ما كان يعني متفاكر معاهم. فيعني صارت مشادة بين الحكومة وبينهم. طيب المجلس الإداري بعد إنهاء. المجلس الإداري سووه بعد تبريد لهالموضوع. أيوة. كان في الشيخ عبد الله بن عيسى وخليفة بن سلمان. خليفة بن محمد وخالد بن محمد دعي بن حمد. نعم. كانوا هم في مجلس والشيخ عبد الله في عيسى بن عيسى. وهذه كان في دوائر، يعني دائرة الإعلام، دائرة المعارف، دائرة. نعم. كان هو عبارة كمجلس الإداري لهم اللي هو مجلس الوزاري سالم الحالي، بس كان يسمى سالم عضو في سالم العريض. هذه تم من 56 إلى الاستقلال. نعم. المجلس الإداري هو اللي يدير البلد. نعم. بس ما كان في يعني سلطة تشريعية، ما كان يشرع، كان فقط ينفذ القرارات. نعم. الأول التشريع الشيخ سلمان يعني اللي يمضيه الحاكم يمشي. نسميه إعلانات الأول، كل إعلان. إعلان أي كان. نعم. يطلع. نعم. القرارات والقوانين كانت تطلع على شكل إعلانات. نعم. للمواطنين. كلفت من قبل الشيخ سلمان بن حمد الخليفة بتأسيس بلدية الرفاع عام 51. نعم. وميزانية متواضعة كانت وقتها 80,000 ربية. نعم. 80 جمعوها مال 4 سنين. وحق 4 سنين 80. إيه، لأن أول كل سنة كانوا يجمعون صارت 80. فيوم اللي جينا أعطونا 80,000 ربية. أي.
سويت فيها 80,000؟ 80 أول شيء فكرنا في السوق، كان السوق وايد متواضع، فبنينا سوق وبنينا إدارة عقب، ونظمنا الشوارع اللي قدرنا عليها. كنت ترسم أنت الشوارع؟ نعم الشوارع أنت كنت تخطط؟ أنا ويا واحد عندي مهندس عجيبه من التسجيل العقاري، العصر الظهر ونمس أسلقنا رفع الخضربي والشرقي ونحط عليها علامات ونقول هاي الشارع بس. أي. بس ما كان عندي أيضا بعد يعني اللي تحتي ما كانوا في درجة إنه يعني يجيدون، ساعات يسوون عليه غلطات وايد هذه يأذون. أنت تصحح لهم؟ نعم. ماي الحنينية كان للحين ما زال يستخدم في ذيك الفترة؟ ذاك الوقت كان ماي الحنينية الناس يجيت يوردون بعضهم المنامة يبيعونه وبعضهم للديرة، فأنا فكرت إن إحنا ليش نخلي حمير للجرة؟ حمير تروح بحبال، الحبال تنزل في الأرض تشيل الغبار والسماد الحمير وترد في العين وترد بعد تسحبه وترايحه، وهذا رايح جايه وتجيب شوية ماي. أنا رجيت جبت لي ناس وخليتهم يسوون رف في الوسط تحت، حط نزلت البامب تحت فوق الماي شوي، وخلينا الهوز تحت في العين والماكينة سويتشها فوق، بطل الكهرباء عليها تشتغل تجيب الماي فوق. فلما جابت الماي فوق صرنا يعني العين أول اتسعت ومايها كسر، لأن كل ما تأخذ شوي تضيم نشيل مايها، سوينا برشة حواليها وفيها بلابيل، فصارت المياه كثيرة، صاروا ناس وايد يجون بسيارات يشيلون يمدون المنامة. كان البيع يعني اللي ياخذ للبيع يسلم 4 بيزات على التنكة واحدة، 4 بيزات يعني درام وخمسة هذه، واللي ياخذ للديرة مجان. فاستاحت الناس والبلدية حصلت رأس مال من العين، قدرت تجمع رسوم حق تزيد. نعم. ميزانية البلدية. نعم. متى أول مرة دش الماي بالبيبات للبيوت؟ في البحرين يعني؟ البحرين سلمت الله ما في المحرك عندهم الارتوازيات، بعضهم الإقنية دخلوا بيوتهم من ارتوازياتهم، وبعدين الحكومة هي اللي تولت تدخيل البيوت المياه. أي. وهني في الرفاع أول ماي ما يابوه من الشركة كان يروح للرفاينري، فأعطوهم بيب حطينه هناك. أي. لطرف الرفاع، كانت الرفاع ما فيها بيوت من جهة الشمال، هذه يروحون اللي يستقون يأخذون منه ويجيبون، أكثرهم عندهم جلك الله حمار وعليه غاري وعليه تانك يعود يترسونه ويجيبونه يصبونه في البيوت، عندهم مضخة هذه باليد يضخونه فوق في التوانكي. في ناس ما تقبلوا أول ما مدوا لهم البيبات في البيوت، ما بغوا، لا كل خد كانوا يأخذون منه ارتاحوا منه، لا ما عندهم ماي، كانوا يقولون إن ماي الحنيني في بعض. نعم. في بعض الروايات يقولون هاي ماي اليانانوة. لا خلي هذيك في المحرك. أي. أول ما حفروا الارتوازي. أي نعم. كان بن شمس، إبراهيم بن شمس. أي. إبراهيم بن شمس عائلة بن شمس موجودة للحين. للحين نعم. هم أكثرهم حلاقين وهذه مهنتهم، عبد الله بن شمس، عبد العزيز بن شمس، إبراهيم بن شمس. إبراهيم منهم قال إن هذه ماي اليانانوة. أنا أبغى يبون لي ماي من الطبع، يروح يطرش أحد إلى عراض يبون له ماي من الطبع يشرب. نعم. سمو الشيخ عبد الله، ما زلنا في فترة الخمسينات، وفي هالفترة هذه عينت قاضي. نعم. شنو تجربة القضاء بالنسبة لك؟ شو تذكرك في بداياتها؟ والله أول ما تعينت في القضاء أول تخوفت شوي، وجيت المحاكم وطلبت من أستاذ سالم العريض، قلت أعطني بعض القضايا ملفة أقراها، جاب لي كم قضية أقراها. بعدين حضرت كان قبلي الشيخ سلمان بن محمد بن سالم العريض اللي كان مدرس لك في اللغة الإنجليزي، مدير القضاء، مدير المحاكم. فكان سلمان بن محمد، أنا اشتركت ويا سلمان بن محمد في المحكمة اللي هو فيها. سلمان درس في فلسطين يعني شوية قانون، وكان قاضي في المحكمة لكن ما يجلس. فجيت وكان عبد الرحمن بن جلال
هو الكاتب اللي يكتب من طريقة القضايا اللي قريتها ومن عبد الرحمن بن جلال اللي صانع المحكمة طويل عرفت شنو هو الموضوع. الموضوع أن لما يأتون الخصوم تسأل الخصم شنو هو موضوعك، يكتب تملي على الكاتب كلامه، ثم تسأل بعض أسئلة يجاوب، ثم الخصم يرد يجاوب عن خصمه. إن كان مثلاً قضية شرعية من ناحية يعني زوج وزوجته أو قضية يعني إرث أو قضية أي شيء يتعلق بالشريعة نفقة، نكتب سمعنا فلان قال كذي وقال كذي، ونحيل في المحكمة الشرعية المختصة يا جعفرية يا سنية، وتروح القضية عقب إلى المحاكم. إن كان القضية قضية تجارة ومشربكة وغيرها، نقول إن هذه قضية تجارية وتحال إلى مجلس القوص والتجارة، يكون في مجلس ولا رئاسة ولا كذا، يحاضرون كبار البحرين، تروح عندهم ويحلونها وطرشونها من المبارزة. إحنا علينا تنفيذ الأحكام، نعطي شيء نسميه دقري، ورقة كذي مربعة أكتب فيها الحكم، نعطيه إياه يوديه بعد تالي حق المحكمة ينفذونه تنفيذ. يعني ما كنتوا أنتوا تصدرون أحكام؟ أحكام إذا كان مثلاً واحد يقول مثلاً أنا يعني أطالب فلان 100 دينار، والثاني يقول نعم أعترف، نكتب له حكم إنه تدفع له الفلوس، هذه نعطيه إياه ويأخذ الحكم يروح ينفذه. الشرطة تلزمه إذا ما دفع يدفعون له. عندنا قضايا الجنائية، قضايا الجنائية يعني صغار وكبار. القضايا الجنائية اللي تجينا في المحاكم الصغرى أول ما رحنا قضية مرور، واحد وقف سيارته والشرطة يعني قالت له ليش توقف في هذا المكان، هاي ما يجوز، تصير يعني مخالفة، مخالفات البسيطة نحكم فيها 40-50 روبية غرامة على قدر القضية وصغرها. إذا كان قضية كبار مثلا قتل مقتل، تروح المحاكم الاستئناف اللي قبلنا موجودين وعارفين الموضوع، فيه حضر المستشار والشيخ العي وعلي بن أحمد ذاك الوقت كان في المحاكم. ما كان في قانون جنائي ذيك؟ ما كان في قانون جنائي. وشلون يعني كان على يعني شنو يسترشدون؟ كان يعني ترتيبهم يعني يسألون ويستأنفون، وعندهم الشريعة يعني قبل حكم الشريعة قاتل يقتل وكذا، بس عليهم الإثبات إنه ثابت عليه أو مو ثابت، والشهود. ما كان في محامين؟ كان محامين يجون وادعاء شاطرين شاطرين بعد بعضهم، لكن الأغلب مو متخرجين. يعني عندنا أحسن المحامين ذاك الوقت فليفل راشد، وعندنا صنقور حميد صنقور، مو يعني تخرجي من جامعات ولا من دي، بس يعني هم أخذوها بيدهم. وكان قبل حتى أبو عبد العزيز الشملان كان بعد محامي، وكان كثيرين يعني اللي يعرفون القراءة والكتابة يصيروا محامين. أول قضية حكمت فيها أنت شنو هي تتذكر؟ لا هذه قضايا بسيطة ما كنت أذكرها، يعني من كثرها شكلها واحد نفس الشيء. مثل ما قلت لك قضية جنائية، قضايا الجنائية بسيطة، لكن عقب لما يعني ترقيت في المحاكم وصلت إلى يعني قاضي استئناف في سنة 57، صرت في الاستئناف، صرت في القضايا المحاكم الكبرى، صرت يعني مسؤول عن القضايا وإدارتها. جدني أنا بعد أقرأ كثير في القوانين ويعني ممارستي، وأيضا كان عندي يابو واحد إنجليزي كنت أنا وياه همفرز اسمه، كان يشترك وياي في القضاء، وأيضا النمر النمر بعد كان يعني قاضي يعني أردني، كان أردني لأن أول ما جانا كنت أنا ويا علي بن خليفة أذكر ويابا لنا سالم العريض، وقال هذه النمر حق علي بن خليفة أكبر مني سن، قال إذا هذه نمر أنت الأسد. أي لأن بعد كان سالم كان له خبرة. إذا هو نمر أنت أسد. نعم.
القضاء استمريت فيه إلى أن أصبحت وزير للعدل. ما بين وزارة بلدية وزراعة ثم وزارة عدل، أين تجد نفسك أكثر؟ نعم، وين تجد نفسك أكثر يعني؟ والله شو، أنا مع البلدية بخلص القضاء، كنت في البلدية والقضاء، فيعني من طول ما بقيت في القضاء فترة طويلة ما كنت أمل له، لكن يعني البلدية أروح نفسيا لي، أيه. لأنها يعني فيها عمل، فيها بنيان، فيها وما يعني تستمع إلى الناس. مشاكل وقضايا يعني كان فيها البلدية؟ لا، في القضاء يعني قضايا مشاكلها كثيرة. نعم، وهذا هو البلوى، أنك أنت كل جالس وكل تسمع، يعني أنت في المحكمة أكثر وقتك تسمع ما تحكي. صحيح، لأن تسمع شو يقولون وتوزن في ذهنك، توزن يعني كلامهم. في البلدية لا، الحالة غير، البلدية بلوها بلوى، لأن أنت يعني في بيتكم إذا تظهر من البيت تشوف هذه وصخ، هذه يبي خمام، هذه يبي عدال، يبي كذا، يبي كذا، فكيف إذا أنت مسؤول عن الديرة كلها؟ صحيح، كل اللي يجيك اللي بيته وصخ، شارعهم وصخ تحجون، اللي بيتهم يبي ترميم يحجون، يعني كثير من السؤالات عليك وأنت كله مسؤول عنها. صحيح. في القضاء أيضا بعد يعني أنت قضيت فترة طويلة، أنا لكن قضيت في القضاء وأكثر القوانين مرت علي، يعني أنا اللي هاي سؤالي، شنو من القوانين اللي دخلتهم كل البلد؟ القوانين الموجودة أكثرها، لأن أنا صرت رئيس اللجنة القانونية في وزارة، ما صرت وزير، صرت أنا رئيس اللجنة القانونية، فكل الوزراء يجون يجتمعون عندي ونصدر القوانين، بعدين نرفعها إلى كان الحين مجلس النواب أو يروح تروح للملك أو قبلها للشيخ سلمان الله يرحمه، أي الشيخ عيسى قبلها في المجلس الإداري يعني؟ قبل المجلس الإداري لا، عقب المجلس الإداري في الستينات لما صارت الوزارات مجلس الإداري. إحنا أول ما صار المجلس الإداري عقبها صارت رؤساء، صرت أنا رئيس البلدية والزراعة. نعم، عقب من الرئيس صار وزير، فبقيت وزير فترة لسنة 75. 75 عينت في وزارة العدل بعد ما انحل المجلس النيابي. أيوة الأول. أها. أنا وجودي في البلدية أشرفت على الانتخابات. انتخابات المجلس التأسيسي ومجلس النيابي. إحنا بندخل للستينات قبل الانتخابات، فترة نعم. الستينات وايد كنت أتكلم على فترة رئاسة المجلس البلدي اللي في المنامة. نعم. في سنة 67 إلى سنة 70، ثلاث نعم. سنوات. في هالفترة هذه يعني تتحدث عنها بشكل يعني تعتز فيها الفترة هذه. نعم، من الأشياء اللي سويتها يعني وشغلت عليها الهلال الأحمر. نعم، كنت أنا في البلدية ذاك الوقت. أها. واجتمعنا مع الناس في وسط البلدية في قاعة البلدية الكبيرة. وعين المجلس الهلال الأحمر. لجنة الهلال الأحمر. وبقوا ينتخبوني، قلت لهم أنا ولبي على ما أنا فيه، بعد أنا أروح انتخابنا أحمد فخره الله يرحمه، وبقى أحمد في فخره، ثم صار علي فخره، ثم انتقلت من واحد إلى واحد، بعدين رجعت علي، الحين أنا بعد رئيس الهلال الأحمر، الحين الرئيس الفخري لهم. في فترة الستينات أيضا كان في مجلس للتخطيط والتنسيق. نعم، هذا بعد أيضا بدأ وأنا في البلدية. أي وزير للبلديات صار مجلس التخطيط. نعم. ويبنى مستر مورو انجليزي مخطط، اشتغلنا عليه. احنا قبل كنا نذكر في البلدية نبي نشق شارع من بلدية المنامة على بلدية المنامة القديمة تخبرينها، نشقه يروح على مسجد الشيخ جاسم ويظهر الى القلعة. نعم. كان يكلفنا حوالي مليون، مليون ونص دينار، فقلنا له قال هذه مو بصحيح، هذه هني زرانيق وتدخلون السيارات هني، هذه بصير محل حق الموت حق الناس. هذه مو برأي، فسوى لنا الدائري شارع الملك فيصل، وسوى التخطيط، وسوينا الدفن هذه اللي صار في المنطقة الدبلوماسية. هي أول دفن صار، وقلت لهم أنا
يعني خلونا نقول مثل ما يقولون أخذ عصاتها منها، يقولون الناقة اللي ماتت كراعها أظل طقها به فعصاتها منها. إحنا إحنا المنامل أخذناها الأرض نبيعها وفلوس نصلح بها المنامل. فعلا أنا سويتها وسويت قيمتها على 10 دنانير تقسط على 10 سنوات المتر الفوت القدم إيه. الفوت بعشر دنانير وإذا كان على 3 شوارع 15 يدفعها في 10 سنين. قالوا هذه خريس وما أدري شنو وغيره، تالي شروها الناس كل اللي شروها ربحوا واستانسوا. نعم. والبلدية خذت يعني أصلحة كبيرة منها فلوس عبرتها، لكن أنا تركت البلدية في الوقت وقت ويات البيزات صار عبد الله بن محمد مكاني. مغربة في الستينات في مجلس تخطيط وحين ما في مجلس تخطيط. نعم. يعني في الستينات كان في مجلس. ما كانت سهالة يعني، كنت ألقى صعوبات كبيرة. شلون؟ يعني تبي واحد أقوى شوية، تبي واحد عنده سلطة أكثر. يعني ما تقدر الإنسان تفرض على الناس. صحيح. والناس. يعني كان هو مجلس استشاري فقط. كنا يعني لا نسوي ونسوي الخرائط ونعطيها الحكومة الخريطة والشوارع ممكن. لكن هو مسألة الشوارع. تخطيط يعني تخطيط بشيء كثير عن الناس. صحيح. وعن البنيان وعن كذا وعن احنا مثلا مروا سوالنا بيوت مثل ما لندن صغيرة وقال يعني انتم البحرين هني ما يمكن تسوون بيوت بس صغيرة هذه حق الناس. قلنا له هذه ما يستوي يا مروا، اذا انت الحكومة بتسويها بتعطيها الناس يمكن، لكن انا ببني بيتي ابني على كيفك ما ابني على كيف ببني على كيفي. وبعدين هذه ما تصلح حق البحرين، البحرين يبي مجلس يبي بيت يبي كذا يبي حياتنا غير حياتكم. فما نجحت هو خطته في مسألة توزيع البيوت. لكن في مسألة يعني التخطيط العام كذي صار زين. دفعكم. نعم. غريب أن حتى في المنطقة الدبلوماسية أنا في بعض المحاضر لهاي مجلس التخطيط كان في اقتراحات بتوسعة الشوارع وإنه يكون لها مكان المواقف، لكن تنفيذ المخطط صار غلط. إي لأن في رأي ثاني قالوا لا الأرض تجيب فلوس فضيقوا على الشوارع وبيعوا الأراضي أكثر. الاوتيلات اللي انبنت زحفت على صوب الغرب وضيقت الشوارع شوية. ولا اللي سواه مره كان اوسع وكان البلد ذيل يعني فندق هيلتون كان اول شيء. لا ما هو هيلتون يعني اللي هو الثانيه اللي هي هوليدي ان والثاني هذه مال الزياني شو اسمه دبلومات بعد دبلومات. فهذول زحفوا وياين على هالصوب فهنا ما هم لازم يروحون شرق شوي. كان في وسطها هني بعد مر يعني موقف سيارات كبير راح كل هاي كان في المجلس التخطيط لكن ما تنفذ يعني ما تنفذ راح فيه. في هالفترة هذه صار يعني انتهت المعاهدة البريطانية نهاية الستينات. نعم. وبدأ استقلال البحرين وانتقل الحكم إلى الشيخ عيسى بن سلمان. نعم. الخليفة بسلاسة وبدون أي تعقيد، وحتى ظهور البريطانيين من البحرين ما كان في اي تعقيد بالنسبه لاستمرار الإنجليز الاداره. ظهروا بصفه مشرفه طريقه طيبه وظهروا بخير وتركوا كل شيء في البحرين. فيعني الشيخ عيسى كان يعني موفق وياهم الله يرحمه. والحقيقه ان البحرين من سنه 71 وياي هي لحظتها صارت في هذا الوقت. نعم. حتى يعني كانوا الانجليز لما ظهروا قالوا انتم الحين يعني بتضيعون شوي لان احنا ناجر بيوتكم واحنا ما ادري نسوي جنودنا وغيره. لما نروح بتفتقون. من ظهروا يانا يعني الخير والبركه. هذه يعني فرقاهم عين مثل ما يقولوا كانوا. يعني من 71 انا يعني عايش في البحرين. من 71 كل شيء تغير. اولا حتى البترول قلى. نعم. زادت يعني خاصة في أثناء ما توقف المجلس الوطني. زادت ثمن البترول. ارتفع سعر البترول. غطى العيوب اللي في البحرين. الفلوس غطت العيوب. صارت الحكومة تقدر تسوي أشياء وتخدم وغيره والناس انتعشوا وحصلوا فلوس. نعم. وتغيرت الحال. الشيخ عيسى الله يرحمه يعني يعطي أراضي. أنصخي. كثرة. نعم. فيعني الناس انتعشت في وقته. حصلوا خير.
في بداية حكمه في خطاب الاستقلال أعلن أنه راح يكون في مجلس وطني وفي انتخابات حرة وفي دستور. وصل المجلس هذا في الأول، صورنا أول انتخابات، استعنا مع الكويت، يجونا ناس من الكويت عن كيفية إجراء الانتخابات. قبل الانتخابات كان دستور، لجنة لصياغة الدستور. إيه هذا المجلس التأسيسي. هذا إبراهيم العريض. إيه. وكنت أنا اللي يعني وضعت تخطيط الانتخابات وشرفت عليها، وصار المجلس. عقب صرت مسؤول عن أيضا مجلس النيابي. سوينا انتخابات وجرت انتخابات. بس في المجلس التأسيسي خلنا نوقف عنده شوي. مسودة الدستور يبتل الخبير عثمان خليل العثمان من الكويت. اللي هو ساهم في صياغة الدستور الكويتي في الستينات. لما يبتل البحرين وقعدت معه، كانت مرت فترة على تجربة الكويتية يمكن 10 سنوات الحين. أكيد كان في لهم أخطاء. هم الكويت يقولون لنا تحملوا يعني الدستور على أخطائنا. أيه؟ قلنا لنا ترى احنا نمشي وراكم على ثاركم. علمونا وين اللي يفر حتى نطوف عنه. نطوف عنه. قلنا احنا وراكم بنطوف فيه احنا. بس اللي حصل انه بالضبط نفسه هو نفس الدستور الكويتي تم تبنيه يعني. نعم. ما ادخلتوا عليه تعديلات. والله كان يعني ذاك الوقت فيه يوسف الشراوي وعلي فخر وغيره وذيه. صارت عندنا الناس ذاك الوقت احنا اعضاء في المجلس نفسه. قبل انتخابات المجلس صغتوا المسودة في لجنة مصغرة من الوزراء؟ لا، كانت تصاغ في وسط المجلس النيابي. يعني قدم لا هو المسودة. نعم. قدمت للمجلس التأسيسي. نعم. في هالفترة اللي كان فيها الخبير هذه الكويتي. نعم. معاكم ما أحدثتوا أي تغيير في هالمسودة هذه قبل لا تعرض على تعديل كثير صار فيه. صار في تعديلات تغييرات عليها يعني. شنو هي المطبات اللي حذركم منها دكتور؟ ما أدري المطبات، نقول لهم علمونا حتى ننطب فيها. ما عندهم بس مطبات. أي مطبات الحين هم للحين مطباتهم باجي. للحين نعم. مجلس ما يستقيم يعني شهر حلوه. كل سنة لهم. أي طيب أنتم بالنسبة للمجلس التأسيسي من بعد ما وضعت المسودة صار في انتخابات للمجلس التأسيسي. نعم. اللي هو من 32 عضو. نعم. كان 10 أعضاء معينين و22 منتخب. نعم. نحن كوزراء كنا فيه. إيه. كان يرأسه إبراهيم العريض. العريض. شنو تتذكر عن هالاجتماعات هذه؟ والله كانت فيها لغوة كثيرة يعني. لغوة. إيه. وحتى ترسل مادته وتأخذ لها مدة وإحنا نناقش فيها. مع أنه كان محدد لكم ستة شهور للانتهاء. بين علي سيار وبين إبراهيم جدل. زعل إبراهيم ووقف الجلسة وراح راضى علي سيار. قلت حق أنا علي سيار خلنا نروح له ناخذ خاطره يعني ما يصير. أول ما وافق تالي وافقني. رحنا على هو يوم دخلنا عليه قال اظهر برا. قلت حق علي سيار أنت روح أنا بروح له. رحت له قلت والله أنا أستاذ أنا هناك يعني نبي ناخذ خاطرك الموضوع. قال لا انتوا هنتوني في امام الملأ. شنو كان سبب الخلاف؟ على الاقوى بس في الحكي يعني على نقاط يعني في اللبس. نعم. تتذكر بعد من النقاشات اللي جرت في ذيك الفتره يعني؟ والله ذاكرتي الحين صعبه شويه لكن صارت لغوة كثيره خبر. عندنا جدل كثير مع يعني بينه وبين. وبعدها يعني تمت صياغة الدستور والإقرار. نعم. من المجلس الوطني. نعم. صارت الانتخابات. هني أشرفت أنت على الانتخابات؟ أشرفت على الانتخابات. الانتخابات إحنا أول ما بدأنا عيننا أولا في البلديات قسمنا الدوائر. وحطينا أسماء كل بلدية تحط الأسماء. وننشر الأسماء في الفرقان اللي اسمهم هو بين يراجعنا حتى نحطه. فكل من لحق الانتخاب موجود في هذه الأوراق اللي نلصقها والناس تراجع وتراجعنا ونحط اسمه اللي ما كتبناه نكتبه حتى اكتملت. ثم بعد ذلك على نفس الدوائر وزعنا الصناديق والقوائم كل دائرة أعطيناها قوائمها وصارت الانتخابات. المجلس الوطني كنتم ممثلين فيه أنتم كوزراء. سمي. كنتم ممثلين فيه كوزراء يعني. نعم. في المجلس الوطني. نعم. هذه الفترة اللي هي سنتين وكم شهر دورين انعقاد كان. نعم. فقط يعني بس.
صارت مشادة في مسألة القانون اللي بقت الحكومة، قانون أمن الدولة، أي أمن الدولة، فهم ما وافقوا عليه وصارت مشادة فيه قوية. فأنا أذكر أنه يعني الرئيس قام أستاذ حسن الجشي، حسن الجشي يظهر، لحقته أنا قلت له أخ حسن لو تعكرون شوي وتهدئ الأمور، لأن يعني خلنا ناخذها طويلة، يعني لا تقطعون الخيط، الحبل لا تقطعه. نعم. لا هو مشتد في الموضوع. فانقطع الحبل وحل المجلس. أرسلوني أنا وأحمد العمران، رحنا للملك فيصل. نخبره إن المجلس يعني إحنا حليناه، لا تستنكرون يعني ما بيت اللي في البحر. وبعدين رحت حق الشيخ شو اسمه صباح. لا أنا رحت بروحي حق فيصل، رحت مع أحمد العمران لما بنستقل عن اللجنة. أما في التالي رحت بنفسي بالملك فيصل وخبرته، ثم رجعت حق الشيخ جابر بن أحمد وخبرته. حتى أذكر جيت كان لاقاني الوزير اللي طرشين لي لاقيني، ورحنا له في مزرعته، كان حاطن القهوة والدلة عنده في المجلس مكانه، وجلس صبوا لي القهوة، خبرته قال سلم على الشيخ عيسى وقول له إن في خلال شهر يعيد المجلس، اي على أساس إن يكون حل دستوري. إيه. فرجعت أنا وخبرت الشيخ عيسى باللي صار من جهتي. هل كان في تخوف من حصول اضطرابات بعد حل المجلس؟ هو معلوم يعني كان يعني ذي لك مثل ما قلت لك، هو اللي قطع على ذي كرم الشيخ عيسى، طيبة أخلاقه، وكسر عطايا للناس من الأراضي وفلوس، الفلوس ارتفعت يعني البحرين صارت يبيعون فوق 30 البترول. اي نعم. فهل انعش شوي الاقتصاد، والناس تبي ترتاح، تبي تاكل تشرب، ما تبي الأقوى. في هدأت الأمور ومشت. محاضر الجلسات في الكويت في المجلس الوطني، مجلس الأمة، كان قبل الحل تصير حوارات دائما بين الحكم، مثلا في العائلة الحاكمة أو أفراد من الحكومة. في ناس كانت تعترض مثلا على الحل الغير دستوري اللي حصل في الكويت أكثر من مرة. في البحرين عندنا هني لما حل المجلس الوطني، هل صار في حديث حول هالموضوع، أن في اعتراض من أحد أن لا يجب أن يكون الحل دستوري وتعاد الانتخابات بعد شهرين؟ ما في، لأن الناس بروحهم كانوا ملوا، لأن صار المجلس كله لغوة. ما تم اعتراض من أحد؟ ما كان اعتراض كبير، لا من العائلة أحد ولا من الحكومة أبد. الناس فتكوا من المجلس البارك عنهم. هل كانت النية من البداية يعني لما حل المجلس أن ما يكون في انتخابات بعد شهرين لما حلوه، ولا اتخذ القرار فيما بعد؟ مؤمل انه بيعود، لكن يعني طالت مسالته. يعني لما انحل كان في امل انه يعود، كان في احتمال انه بعد شهرين، لأن هو الحل غير يعني انه يكون دستوري وبعد شهرين تصير انتخابات. نعم. بس طالت الامور ومشت. ولما شافوا انه ما في اي رده فعل. نعم. يعني استمرت. طيب ال لا ما كانت يعني التجربة ما كانت يعني مثل الحين هالمرة. تعتقد هالمرة استفدنا من وايد كثير الحين؟ الناس أولا أعقل مما كانوا، وأمور ماشية بزين الحمد لله، يعني حياتنا صارت سعيدة بهالشيء. يعني في تعلم من التجربة بعدم الشد، أو يعني من الطرفين، يعني من الطرفين صارت موجودة. نعم. إن شاء الله نتمنى أن يعني هذه الفترة بعد الطول أو تستمر. يعني المهم مسألة الدوائر، إذا تغير الدوائر ويفوزون يعني الكثير المستقلين يعني المتشددين ينتفس القالة، لكن إذا صارت متوازنة. البحرين طول عمرها يعني معروفة باعتدالها. نعم. كخيارات للناس يعني ما تميل إلى التشدد شعبها. الحمد لله إن شاء الله بارك الله. بس يعني إحنا هالأربع سنين هذه بيوت بركة، يعني نمشي هالشكل وايد زين إن شاء الله. وعمال الديمقراطية تأصل في النفوس ويرضون الناس تحتاج إلى فترة. هذا حين عمر بريطانيا مثلا سنين اتصالوا ووصلوا إلى هالدرجة. نعم نعم. وأي شيء تبقي بيستوي في المستقبل، لأن الديمقراطية هي الحق.
والناس أول بيشوفون إنصافه وعدالته. الحين في بريطانيا الإنسان يقول اللي يبي، حتى أهل العرب اللي هني يروحون يخشون في بريطانيا يستقلون هناك وتحوف ويستقلون في الإذاعات ويجيب حرية لهم. هني في بلدهم ما يقدرون. الحين يقدر يقول اللي يبي يقول هني. الحين في البحرين يقدر يقول اللي يبي. خلينا ننتقل إلى الجانب الشخصي سمو الشيخ عبد الله، لك ولع بنظم الشعر النبطي. شعر النبطي الأول إحنا كنا نحفظه ويعني نسمعه من أهل الأول عند مجلس الشيخ حمد، يقرون فيه الشعر النبطي لحن ويعددون القصائد. فنحن صغار نعرف مثل قصيدة الصبر محمود العواقب فعاله، والعقل أشرف ما تحلى به الحال، والصمت به سر سعد من يناله، والهذر به شر وشوم وقربال، وشر أفات البت البخل ماله، وشر منه المطل في كل ما قال، لا خير في اللي ما يصدق مقاله، فعلا بحالاته قصيرات وطوال، في البل معلوم بليدي عقاله، والخيل تزلج بالشبيلي والأقفال، والرجل بالواجب لسانه عقاله، اللي قال جيل تم ولو حال بحال، ومن جاد ساد، ومن يشحب محلاله مدرك مرامه ولا بلغ مصعدا عال. هذه يعني الأشياء اللي كانت يعني فيها يعني من حكم وغيرها كنا نحفظها. حكم وقيم وأعراف وتقاليد المجتمع كانت يعني من كذي تنحفظ بعد، لأن شيء منك يعني صادر. طيب الـ لك أنت قصائد نظمتها؟ شوية شوية بس ما حفظها. ما تحفظها؟ نعم. يعني الأوليين كانوا هواياتهم لما يطلعون يفرون على قولاتهم من الديرة برا، يا حداك يا قنص، أنت أنت راعي بر لو بحر. صغير لما رحت عند خوالي عند الشيخ محمد بن عبد الله، كان الشيخ عبد الله بن عيسى يقنص، كنا نقنص وياه، نروح نحول من البحرين على الخبر، ومن الخبر نركب ركاب، ونشد كل يوم في مشهد، كل يوم في مشهد، ونروح إلى جريب الحسة حتى يوم يموت عبد الله بن جلوي. أذكر رحنا إلى بيت إلى الحسة، وعزينا عبد الله عيال عبد الله بن جلوي في أبوهم سعود ومحمد وسعد، ومن هناك قنصنا على الجوف، منطقة يسمونها الجوف، الجوف الشمال، ونرجع نرد إلى الخبر وناخذ. إيش كثر هذه كنتوا تتمون؟ عقب تعلموا قنص أوسع بالسيارات، صاروا يروحون القيصوم والحباري أكثر، فكانوا يمشون من البحرين في السيارات ونضرب على الرمال. كانت تجينا سيارة كبيرة من شركة أرامكو تشيل هالسيارات وتحفزها. ولا قبل على الركاب كنتوا يعني تقصون؟ أول كنا على الركاب، تالي صرنا في السيارات. وتم على يعني في هالركاب طول النهار يعني؟ طول النهار واحنا فوق الناقة، يعني هذه الحقيقة القنص هو عبارة يعلمك على الشدة وعلى الحرب وعلى الصبر. نعم. لأن روح تشتحق نفسك تلقى نفسك. لأنك حلوة هذه، إذا احتجت حق نفسك تلقى نفسك. نعم. والله. من رياضة وغيرها وذي تحرك من الصبح، ما يدنا الصبح تصلي الصبح تركب على ناقتك. وهذا يتهز بك لطول اليوم، أول كانوا أول ما نركبهم صعبين شوية، وعقب لها تورج عليه ويتروح العدوى. تتعب. وكان في قدرة على التحمل يعني في هذيك الفترة الجو. حتى في رمضان كان أصلاً. أو ما شاء الله. نعم. الحين يروحون رمضان بس في باكستان أو في المغرب، بس ما في حبارة، ما في صيد هني يعني. الحين بلاد العرب خلت عباراها. لكن الحين يعني المغرب فيه، بس هناك الحين الشيخ زايد ربع وعياله يربون حبار، يسوون بالآلاف 15-20 ألف حبارة. نعم. يهدونهم ويصيدونهم، يهدونهم، هذا مو بصحيح، مو مثل الأول يعني. الأول بعد هاي الحاجة من الاختراع يقولون. والبحر طال عمرك الحداق. الحداق الأول أنا أحب نروح الحداق حوار، نروح يعني هني عند أول كانت بين نزيرة وبين مزرعة، نركب اللنش ونروح، روحتنا صايدين هامورين وردت له صايدين هامورين. الحين ما في. نعم، تلوث البحر بعد الحين. الحين يعني
قالوا السمت مو مثل الأول. هاي شلون تقذر وقتك؟ شلون يقذر الوقت عليك؟ لازم تروح تصبر حدقة بصبر. نعم. إذا قطيت خيطك ولا صيت تالي تشيل تروح ذاك الصوت، تالي تروح من هناك، تالي تروح من هناك. أكيد. يروح الوقت. يقولون إن الحدقة يعلم على الصبر. هو كل رياضة الصيد ولا الحدقة قبلها كلها صبر. لأنه فيها غاية تسعالها يعني. متى تزوجت؟ تزوجت سنة 42 41. يعني عمرك في العشرينات تزوج. خدت تصير لك 18 عمري. بنت خالك هي؟ لا هي بنت محمد بن عبد الله. أنا خال أخوانها لأن أختي زوجة محمد. وهذه أمهم غير محمد بن عبد الله خذ زوجة قبل أختي وجابت منه بنات هاي لطيفة وحصة حصة أنا زوجتي فأنا خال عيال محمد عيال محمد خوال عيالي وهذه معادلة صعبة ذي جبت منها 11 جبت 13 ثلاثة ماتوا الحين بعد موت واحد صار أربعة الله يرحم الشيخ علي والباقي موجودين ثلاثة أولاد وست بنات تسع استمر زواجكم 70 سنة نعم ما تزوجت عليها لا لا ليش يعني معذرة للعيال وليك بس يعني كعرف سائد قبل كانوا يعني مرضيتني هي وبعدين يعني أنا ما ودي أقصها الله 70 سنة استمر زواجكم يعني تجنب ولا قلت خبر تزعلنا يعني كان ساعة ولا شيء أنا شفت مقتضى هديت وظهرت ولا هي اللي راضية بس ونمشي يعني هذه السر أعتقد كذي نقدر نسوي يعني كل واحد لين مقتضى يترك الثاني لين يهدأ يترك ويروح يقوم يهدأ الثاني أكيد كافي ومتيل استشادت صحيح درست البنات يعني في فترة هي سنة الأول بنت زوجتي كانت تروح المدرسة نعم وكان لها يعني اتصال بالعلم والمعرفة فهي أيضا كانت يعني تشجعني على تدريس البنات والأولاد كلهم درسوا جامعة اي نعم حتى الأولاد يعني ما شاء الله دكتور محمد والدكتور علي الله يرحمه علي دكتور اللي توفى علي جراح ومحمد دكتور نعم وخالد مهندس وإبراهيم مهندس إبراهيم درس في الظهران أما العيال ذلك لهم في مصر بعدين راحوا أوروبا نعم ازدادوا تحرص على تعليمهم الجامعي كنت يعني نعم. بنات وأولاد نعم بعدين شجعوهم خوالهم عيال محمد بن عبد الله عبد العزيز وسلمان عبد الرحمن خالد الله يرحمهم كانوا معاهم محمد طرشته وهو مدرسة ابتدائي طرشته وياهم كمل الثانوي وراح مصر ثانوية في مصر والجامعة في مصر وله يعني والد الشيوخ تلبه في هالبسات مسكين ويروح إلى عين شمس يدرس في عين شمس ويعرف مصري حتى لو يبغوا يهاوشون أحد ينادون يقول محمد عندك إياه المصري يعرف حكي المصريين اي صار سنين هناك فتعلم يعني انت مع ان عيالك درسوا في مصر بس تحب المغرب تروح هناك لك بيت هناك المغرب سلم الله برادها وجوها وغيرها هدوها بعد وفاة زوجتك الله يرحمها خلى البيت عليك هني الحمد لله انا الحين في البيت بروحي بناتي يوني الحين يجلسون معاي شوي قالوا يروحوا الله يخليهم لك ويخليك لهم ويطول لنا في عمرك الله يطول عمرك وأنا يعني سعيدة وشاكرة لك على هالوقت ويعني اللي أعطيتنا وأنا الحقيقة اللي أعتز به في حياتي أني أشرفت على مسألتين أشرفت على الدستور وأشرفت على الميثاق الميثاق كنت أنا رئيس جمعيته نعم والحمد لله وفقنا أن يكون ميثاق طيب ويصدق وقدمت للشيخ حمد الملك حمد الله يطول عمره وكذلك الدستور
وأرجو أن تستقر البحرين على هذا الهدوء والسكينة واستقر هي الديمقراطية ونتحكم فيه إن شاء الله أكثر وأكثر إن شاء الله. وتزيد ديمقراطياتنا وتزيد حكومنا بفضل جلالة الملك وفضل الشعب الطيب اللي يكون في هذا البلد. أكيد والله يخليك لنا ويطول لنا في عمرك إن شاء الله. وشكر لك على تحت هذه الفرصة لي للتحدث. الله أنا اللي شاكرة لك يعني هالاستضافة وهالسعة الصدر وطول البال يعني طولت بالك علينا وعذرنا يعني أثقلنا عليك وطولنا. شاكر جدا لك. بس يعني لو ما الوقت وأنا ودي ما يعني أسكر الحديث ودي أواصل وياك بعد كثير من الأمور أكيد يعني إحنا عبرناها بسرعة لكن يعذرون المشاهدين وعذرنا على الإطالة. الله يسلمك وشاكر لك مرة ثانية. أنا شاكر ومستعد أي وقت بعد تبين أي حديث أنا حاضر. الله يخليك. الله يخليك. شاكر لك وشاكر للمشاهدين حسن متابعتهم وإن شاء الله أشوفكم في حلقة القادمة.